السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم يا شباب، ربكم بخير. النهاردة معانا مشكلة في شقة، طبعا مش هتبقى الشقة ديت بتاع واحد يعز عليا جدا وصاحبي. الراجل ده كل ما ربنا يكرمه قرشين بيعمل حاجة في الشقة بتاعته، وطبعا هو داخل على جواز وكلها عدد أيام والفرع بتاعه جرب. طبعا المشكلة زي ما انتم شايفين قدامكم دوت، البيبان اللي في البيت كلها فلجت، مفيش باب سليم زي ما حضرتك كده شايفين الفلج. يعني بصراحة حاجة تحزن، يبقى حاجة لسه انت مشطبها ويحصل لها اللي انت شايفينه قدامكم دوت. فانا بقترح عليكم الفيديو بحيث اي حد يكون عنده فكره في يعني في حاجه زي كده دوت، الباب يفلك بالطريقه ديت، فيا ريت يقول لنا. ان جاب برضك كذا صنايعي فيقول لك لا ده مش عيب مصنعيه، واللي يقول له مش عيب خشب. فاحنا برضك لحد الوقت مش عارفين المشكله من ايه بالظبط، وهي بصراحه غريبه يعني البيبان تفلك بالطريقه ديت. يعني انا ما فيش مثلا شعر في الباب، وكمان برضك عاليه البيبان بتقفل كويس، يعني ما على الفتح اللي انتوا ده تقريبا الفتح داخل على نص سنتي، والباب برضك بيقفل بطبيعته. يعني حاجة زي ديت المفروض الباب مثلا يزنجر معاك أو حاجة. فاحنا بس عايزين قبل الفرح عايزين بس نقدر نوصل لحل للمشكلة ديت ونرمم بيها البيبان ديت. طبعا زي ما حضراتكم شايفين كده الباب يعني بصراحة منظر محزن. حاجة زي ديت يعني الراجل ده صنايعي محار وشغال على باب الله، وكل كرش يعني ربنا يكرمه بيه بيحطه في البيت، وتيجي مرة واحدة مثلا يعني خلاص فرحه أسبوع أو يعتبر عدد أيام دخل على فرح وحاجة زي كده تحصل. فكل حاجة برضك نصيب والحمد لله اللي جت على قد كده. فاللي احنا بس عايزينه الوقت من اخواتي الصناعية والناس اللي بتتابعنا، يعني لو في حل للمشكلة ديت ازاي ارمم الباب يا ريت يقول لنا. والمشكلة كمان يعني يا ريتها في باب واحد، لا ده في البيبان كلها مفيش باب في الشقة مفيهاش المشكلة ديت. وهو طبعا في الاول وفي الاخر ده نصيب، ويا ريت اللي عنده خلفيه في حاجه زي كده ازاي اللي يترمم يكتب لنا في التعليقات تحت الفيديو. وطبعا في ناس كتيره بتستغرب على اللي حصل ده، ازاي مثلا بيبان تتفلك بالطريقه ديت. وبسال برضك يعني صاحبي بقول له البيبان دي التجربه جاي قال لك لا ده لها فتره عندي وكانت مركونه، واول ما بدا ان هو يشتغل في الشقه بدا ان هو يعني تتمعجن وتتظبط زي ما الناس كلها بتعمل واتركبت. وطبعا المشكله دي ظهرت بعد التركيب اسابيع، يعني طبعا ما خدتش مثلا فترة جامدة. تاني حاجة برضك يعني البيت دوت مفيش حد قاعد فيه، عشان نقول برضك يعني ممكن الأطفال تخبط في البيبان تلزق في البيبان، لا يعتبر ده بيت لسه جديد ومفيش حد برضك قاعد فيه. فطبعا صاحبي كل ما ربنا يكرمه بقرشين ولا حاجة كده اهوت بيعملوا حاجة في البيت. ويا ريت اللي عنده فكرة في المشكلة دي ما يبخلش علينا التعليق ويقول لنا على حل المشكلة، وربنا ما يجيب لحد مشاكل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.